على بالك. باللي المكان ولا اجمل واحلى على بالك؟ على بالك انتي تتلايا. لا لا، جات هذه البونة. يلا. والمكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه. انت يا باهي باللي غيورة. كيما كنتو غير رجال لازم نزيدو نطلعو البنات، دونك انا واش راني حابة؟ واش راني حابة نزيد نجيب لك بنات واحد اخرين. يا ماما. ميس شاشا. ميس شاشا. باش تجي تمثل فريق القطط. مياو. وراه ميس شاشا تفضلي معنا ميس شاشا. ميس شاشا الواحد. وامين تفاحة باش يجي يمثل فريق الرجال. كوم عندكم الغلبة راكم بزاف. معليش، شوفوا حنا شكون شكون اللي خيرناهم مقبل؟ اللي خيرناهم؟ يا راح يشاركوا واش نو؟ تفضل معايا رؤوف ديزاد بالقسمي ماذا به جيت كنت صغيرة فاهم؟ ايه انت يا بينوش مازلت صغيرة تروح هيا بابا عند ماما هيا روحوا عندنا مسابقة واللي هي مسابقة الغناء يا ماما سيدي سيدي هيا ماما عني انت بحليبة انت حليبة اشرب حليبة يا زين العفو يا زين اليوم راني معاك غدوة ثاني ما تمنيت تعمل تعمل مكتوب مكتوب نعم يا أغنية معروفة هيا ميس شاشا هيا ناس كمية احسبوا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر هيا واش اسمها الأغنية؟ واش اسمها الأغنية؟ كيف عليك؟ Nothing else matters هيا دوكا الفريق سهلة هذي بيو ماشي غير يا زينة قال يا زينة في لاشونسون واش مو اسمو اللي غنيها واسمو نعرفو واسمو بدون واسمو مافيلو جابوها هيا دوكا نروحو عند الفريق الثاني هذا هيا نلقى لهم اغنية ثانية الشاي بالنعناع خيرنا اغنيه واعره باش يصابوطينا بصح عندنا الجواب واش له؟ نعيمه سي تون ماروكان ماروكيه تغنيها ولازم تشوفوا الكليب ايه جبتوها خلاص دوك نزيد لك شحال في عمرها؟ شحال عندها من شعره فوق راسها؟ غادي نشوفوا معايا اسمي واحد العشرين ألف زيرو 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 هذه حقره فريق كف اليتيم واحد انتم التفاح زيرو راك غالي التفاح لو كان جات رخيص نقول لك تفاح هيا روح المغنية الأخ الأخرى هي كل هوايتي هي اسمي نبدي بدي سلف الغال على شوية هيا جميل من فاس جميل من فاس خمسة ربع مرة تعرف ثلاثة زوج واحد مراجعة اتشي وي وي و اتشي وي وي و وربحنا وي حنايا ربحناكم وانتي راح تجي تبدلهم الكارتو مازال عندنا فرصة واشنا علاش هاكم واش دير الاخرى حنا ربحنا هيا وراكم هيا في الشاشة هيا ما تغيروش ما تغيروش حنا نشطهم بدهم زوج صغار هادو اللي ربحوا معانا يا بابا دوكا لهم بعدا خلاص دوكا حندو لكم كادو يا عمو حسن بدلهم كادو سبقوا لهم هيا تفضل ماما ماما ومن بعدا كي يكملونا